حياتي انا نازله على السبا، بدي اعمل شويه سبور. شو سبور وبعدنا جايين عند الحكيم وعندك مشاكل بالحبل؟ انا ما عندي مشاكل بالحبل رئيف. شو المشكله كان؟ ليه ما حبلتي لحد هلا؟ ما بعرف، شوف انت ليش رولا. قصدك انا ما بجيب اولاد؟ لا مش هيك قصدي، بس بركي مش انت... بركي حكمتي ما كانت تجيب اولاد، وهلا انت ممنوع الرياضه، ممنوع الحركه، ممنوع اي مجهود، فهمتي؟ بدي ولد، حقي يكون عندي ولد، بدي ولد. انا رايح اشوف الحكيم، في شيء بالموضوع مش عاجبني. لك يا حكيم افتح خطك. معلش مش رح فيه يقبل هيدا الرحلة تيو، مع انها رحلة الاحلام للولاد، بس ما فيه يقبله. طيب بتدفعي حق التيكتس؟ ما معي. قصطيهم قصطيهم على قد ما بدك تيو. انا انت شو؟ ما عم بقلك تدفعي حقهم. عن جد فرح عم تعصبيني، انه حلو المرة يكون في عندها كرامة بس مش لدرجة العناد. خديهم روحي انبسطي، خلي الولاد ينبسطوا كمان. وحياتك انه مش شاريهم كرمالك خصوصي، صدقيني. طيب اوكي، بكره بدفع لك دفعة وبكفي الباقي بعدين. حق التيكتس بس. اوكي. ما تنسي بكره بكير تنزلي على السفاره. انا رح اترك لك اسمك بمكتب القنصل ديركت. كمان بتعرف القنصل؟ بعرف مرته. مرته. بعرف مرته بنيه منيحه. مش مثل ما فكرتي. ما فكري شي تيو. مطاري بعدين الطريق ميرا. هولي مطاري خطرين. قلت لك انا رايحه. يا جماعه روقوا شوي بليز، في شي بعد ما فهمته ممكن تفسروا لي؟ المره الحبله مرت يور كوزن؟ لا صاحبته، من عبد الشياطين كمان. ابن عمكم كمان بيعبد الشياطين؟ ابن عمي حمار ما بيعرف يعبد حدا، بيعبدها الا وهي جرته وراه. صحيح انه شخصيته ضعيفه وشكله بيوحي انه منهم، بس هو لا بده يحمي ابنه مش عارف كيف. طيب هي معقولة تقتل بيبي يعني؟ لا بدهم يقدمون ذبيحة، قال ابن الزنا بيكون أحلى ذبيحة للشيطان. يا لطيف شو هالقصة هاي؟ هول في منهم هون بلبنان؟ في منهم وين ما كان. أنا رايحة. مش رح خليكي تروحي، هول يا جماعة خطرين. قلتلك مش رح أترك ولد تاني صغير يموت وأنا عم بتفرج. أنا رايحة. أنا رايحة معك. خليكي أنا بروح معها. بليز انتبهي عليها. ما تخافي. عال كتير منيح، يعني انت رح تكون الممول الوحيد للمشروع، اما هيدا الزلمة الكويتي رح يكون شريكك. الكويتي بده يعطيني الارض والمطرح، بس انا كل شيء، انا السوبر ماركت، انا الترنبة، وحياتك انا كل شيء. حلو، يعني بدك تروح تعيش بالكويت بابا؟ لا من هلا لنفتح ونجهز القصة بدها العملية على القليلة سنة، وهيدي رح يتابعها ماهر. شو هي اللي بدي تابعها؟ شي الورشة. هيا ورشة. هلا انت كنت قاعد معنا ولا مش قاعد معنا؟ مش المشروع الكويت يا حبيبي. انا بدي روح اقعد سنة بالكويت مع الشغيلة؟ مشروع الكويت يا حبيبي رح يكون إلك باسمك، يعني كل المدخول لإلك، وشغل اختك هون. انا ما بدي اسافر، خلي شغل هون لإلي وهونيك العبير. شو بدك تخلي اختك تسافر لوحدة على الكويت؟ بك شي ماهر، انا محامية، انت دارس بزنس هيدي شغلتك. قلت لكم ما بدي اسافر يعني ما بدي اسافر.
يا تقبرني يا حبيبي شو صاير لك؟ ما بقى حدا عم بيفهم عليك لا انا ولا بيك. ايه ايه لوين؟ شو السؤال؟ شو قصته؟ شو صاير له؟ مش عاجبه شيء ابدا. عطول هيك وضعه عم بيتأزم. مش قادرين تعرفوا شو بيه؟ ابدا. كل يوم بجرب ما بيقول لي شيء. يا عمي طولوا بينكم عليه شوي، عمره صعب هلا. ليكي بده يسافر غصب عنه، هيدي فرصة ما بتيجي كل يوم. طيب على محلك عليه شوي روق، هلا انا بفهمه كل شيء بالرواق بصير. روق. الو وينك ما بترد؟ وينك ما عم بترد؟ انت اللي كنت مسكر خطيك. وينك شهيد؟ عم فتش، فتشت عند كل اصحابنا ما لقيتها. بعد عندي مطرح واحد اكيد بتكون فيه، هو مطرح الاجتماعات. على الساعة 7 عشية عندهم اجتماع. 7 عشية؟ انت اكيد؟ اكيد. هيدا اجتماع مغلق ما بيروحوا عليه. وين المطرح؟ لا لا ما تروحي، ما تروحي. انا بروح. وين المطرح شهيد؟ وين؟ أمر لله. على 6:30 بلاقيك ببيتك. على 6:30 ها؟ يلا باي 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 باي. سوري أميليا بدي أرجع فوت على البيت، بدي أنطر للساعة 7 لأشوف الست روبا أنا. طيب شو رأيك نجيب قصص البنت يلي اسمها غلطة ونقعد نقريهم هيك بشي قهوة بنتسلى بتغيري جو شوية ومن أرجل. طيب يلا أحسن أجيب اللابتوب تبعي. أوكي يلا ناطرتي. أهلين بست حكمت. يا أمي نعستني. دخلك أنت شو طلع لي بالسحبة؟ لوين؟ شو بخصك أبو ناجي؟ صاير كتير حشور. بالعكس أنا بدي ريحتك. يا خيي قلي مين دافشك علي؟ مين دافشك علي؟ حل عني بقى حل عني. شو في؟ شو بها ست الستات عم بتصرخ؟ ما في شيء. كيفك عند حكمت؟ ليك انا عزتك ضروري. ايه انا مشغوله هلا شوي وبعدين بطلع عندك. عجلي عجلي للقطيه ماهر عند ست رولا وست حكمت عرفت كل شيء راح تموت للضفدع القصه. دخيلك عجلي. شو؟ من مين عرفت؟ من الخدام. اسمعيني شوي. وين مخبيين؟ طنط حكمت اسمعيني شوي، انت مره قلبك كبير وطيبه. ايه وكبيره النفس وما بحب الفضايح وقلبي كبير، هيدول كلهم حفظتهم عن غايب، زحتوني فيهم، بس بدي افضحها، مش بس بدي افضحها لإلها، بدي افضح يلي كان اسمه جوزي ومفكر له حاله ألفيس بريسلي. طنط حكمت طب ليكي شو رايك نطلع نشرب فنجان قهوه ونقعد بنحكي؟ بدي القطهم سوا، انا شفت ابن ايناس فايت لعندها. طنط حكمت ولو ما بتحبيني ما بعز عليكي انا نطلع بنقعد بنحكي وبنقرر شو بنعمل بعدين انا عزتك بشي بيخصني بدي اخذ رايك فيه كرمالي. يا مقصوفة الحمر بحبك واللي بحبك انا كمان. يلا ماشي يلا. عرفتي انه ريتا ما زبط معها التلقيح مره تانية؟ عن جد عم تحكي؟ ايه. يا الله طب وكيف هلا؟ ما قطعت لي قلبي شي بلوي القلب. هلا بنطلع انا وياك بنقطع لعندك بس قبل انا عزتك بشي بخصني. تكرم عينك. خايفه ماهر خايفه خايفه الحكيم يخبر رئيف انه عم باخذ حبوب لما احبل ولك اذا رئيف عرف بيقتلني. ولك حاجه تقولي هالكلمه بقى يلي بقرب منك بقتله فاهمه بقتله. شو وطي صوتك ماهر ضروري نحكي لازم نحكي بكتير قصص انا كتير خايفه. بتعرفي شو لازم نروح نقعد بشي مطرح بعيد من هون نحكي على رواق. لوين؟ رح اسبعك عبيت وسيم صاحبي ما في حدا نفتح معي. خلص فرح خلص ما عاد فيني اتحمل اكتر من هيك. طب خبريني بس تروحي تخبري رئيف انه مرته عم بتخونه مع ماهر شو رح يصير؟ بدي اقصف عمره حطله على عينه بركي برد جزء من اعتباري.
ورح يصير اشياء كتير كمان. رئيف اكيد رح يأذي مرته. بعدين ما بدك تنسي تمارا وميرا حرام، رح يصير صيتهم على كل لسان. وهيدي ما بدك تنسي ايناس، المرة المدينة يلي مربية ولادها على الاخلاق، وعلى الارجح بيها لمهر اكيد رح يتخانق معه ورح يشحطه من البيت. العمى كله هول؟ ايه اكيد، واكتر من هيك كمان. بس بكرة القصة رح تنفضح بيوم من الايام، وهالشي كله رح يصير. طيب خليها تنفضح وخليكي انت من برا، ليش تصير من وراكي؟ طنط حكمت، انت انسانة كبيرة. انا مرأة محطمة يا فرح، محطمة ووحيدة. ولو قدامي عم تحكي انك وحيدة كأني انا مش موجودة يعني؟ تقبريني ان شاء الله ما انت بنتي، ولادك احفادي، بس انا عم بحكي حياتي كمرأة، صدقيني ما نهيني ابدا. بعرف والله بعرف، بس بدك تروقي يا طنط حكمت، وما بيصح الا الصحيح. قومي تنطلع عند ريتا. هلا بنطلع عند ريتا، بس خليني اخبرك قبل عن قصتي وقصة سفرتي. هلا بدك للظهري؟ عجبتني كثير. ايه وهي ليك، اذا بدي استعمل ذكائي وفلسفتي بالحياه بقول لك اكيد بعجبها، بس من دون ما تكون هي واعيه للموضوع. خي عليك وهالفلسفه تبعك. ما هي شايله من راسها قصه العلاقات والرجال والجنس، يعني شايله جسمها واحاسيسها على جنب، نسيتهم. طب شو الحال؟ ما بعرف شو انا هالقد عامل منها قضيه تنبش لها حل. حبيت خبرك بس. يعني اذا هي اختفت ما بتسال عنها، ما بتلحقها ولا شيء؟ اكيد لا. لحقها؟ شو شايفني هالقد مقطوع؟ ليش انا من امتين بلاحق مره ما بدها او بترجعها مثلا؟ لا بعرف، بس انه خبريتك مبين انه همتك كتير. ليش؟ لانه عم تحكيني عنها بحب. لا يا زلمه، اي حب؟ مره مجوزه عندها 3 اولاد مفقعين لقلبها وعم بيعذبوها وعاملين مشاكل. انا شفقت عليها بس شفتها، بس مش اكتر، عامله انهيار. بس ما بيمنع انها مره. سمعت غلطة صرخة امرأة تبكي داخل المقابر هناك. دخلت غلطة إلى المقابر من دون تردد. دخلت حيث لا أحد يجرؤ على الدخول. دخلت وهي تعرف أن الأموات لا تخيف الأحياء، بل كانت تمشي ببطء لكي لا تخيف دعسات هؤلاء الأموات، ولكي لا تزعج راحتهم الأبدية. خلاص بس وقفي، أنت مش طبيعية يا بنت، مش طبيعية بالمرة. ليش؟ ما حبيتي؟ لا حبيت، حبيت وكترت. قدي صرت ساعة يا حبيبتي، فيك تدفع الإيجار ساعة اللي بدك، بس هيدي فرصة للولاد، ما بتجيهم كل يوم. يعني رح تطولي بالك علي شوي بالدفع؟ أكيد طبعاً. طب مش غلط نقبل هالسفرة منه؟ يا حبيبتي ما هن اشتروها وقبوها، ليك تفو على هالدنيا شو مش عادلة، الزواج بكبوها بزبالة والفقرة مش لاقيين ياكلوا. حبيبتي ما تحسي بالمسؤولية والذنب، الله يخليكي. يلا تنطلع عند ريتا، مع انك بنطلع. يلا يلا يلا، مع انه مشغول بالي كثير على احمد يا طنط حكمت، ما بعرف وينه، بس من بكره رح اشيله سلولار لانه هيدي القصة ما بقى مقبولة، معيشني بانهيار دايم على طول. طيب حقيني. يا دكتور في شي؟ لا انا بالبيت. في شي ضروري؟ لا ابدا، بس كان بدي اقول لك انه حابب احكي معك شوي مش اكثر.
في شي ضروري دكتور؟ قل لي هلا. بنحكي بكره بالجامعه اذا بدك. تعي بكير شوي قبل الصفوف وانا كمان رح كون بكير بالمكتب. اوكي دكتور. شوفك بكره. مرسي. ماهر انا بورطه كتير كبيره. شوفي حبيبتي، حدا عارف؟ حس انه الكل عارفين. مين الكل؟ الكل ما عدا جوزي واللي حسيته انه هو كمان قريبا رح يعرف. ليش عم تقولي هيك؟ حدا قال لك شيء؟ لا. لكن انت مهوتسه، خايفه وبس. كل ما اطلع بحتى بحسه بيعرف. طلعتهم لقالي كأنهم عم بهددوني، كأنهم عارفين وسكتين وعم بهددوني ليضلوا سكتين. ليش عم بتفكري هيك حبيبتي؟ إذا رئيف عارف إنه عم بعمل واسطة لما أجيب ولاد رح يجن، رح يقتلني. إذا سألني عن السبب شو بقول له؟ ما بدي أجيب ولد يربطني فيك؟ أو بقول له خايفة ما أحبل وبجيب ولد وما أعرف إذا منك أو منه. أنا خايفة ماهر، خايفة. بعرف إنك عم تتعذبي. قولي لي شو بدك ياني أعمل؟ بعمل. أنا ما بعرف ماهر. لا انت شو لازم نعمل؟ انا مش وارده اتركك رولا، واذا عم تفكري هيك كرمال نترك بتكون كتير غلطانه. ما بدي نترك ماهر، بس بدي ارتاح. تعبت ماهر من الخوف، تعبت. تبكي حبيبتي، ما تبكي، حياتك رح لاقي حل. صرت بكره هالمجمع، صار قبر بالنسبه لإلي، صار قبري وخوفي وقلقي. يا ريت فيني فيلم من هونيك، يا ريت. حلقي حل، حياتك رح لاقي حل. ولد واحد كان بدي، بس ولد واحد. الله كريم حبيبتي، الله كريم، تقوي. سوري يا جماعة، حسي حالي صايرة مثل البومة. أكيد هلا لما عم تسمعوا باسمي عم تستعوذوا بالشياطين. نحن بس نسمع باسمك مستعوذ بالشياطين؟ شغلت الشياطين للشياطين. ليك تفضلي. رجعنا لزيت الحديث. ليش هي اصلا فكت عن الحديث؟ الله جابني، ولا كانت راح تقوم الدنيا وتقعدها عند رولا. اي ولا لو ما لقطتنا كانت الفضيحه معبي الدنيا. هلا ما انا اكلت نصيبي قبلك. ليكي ما لحالي انا فيها، كنت عم جرب هديه لما تخرب الدنيا. لا لا، طنط حكمت بتجنن وقلبها طيب، بس هي هيك بتعصب وبتهدد. المهم هلا انت لازم تقومي وتكفي حياتك، ما بيصير هيك. حياتي؟ اي حياتي؟ حياتك مع جوني. حياتي مع جوني عم بتصير شوي وشوي مثل الجحيم. يي ليش؟ يي ليش؟ كيف ليش؟ ليش عم تسأليها؟ اسأليني لإلي. طلع فيني لإلي. مش كل القصص بتتشابه، حتى لو كانت الظروف متشابهة. ريتا ما بدك تستسلمي، اوعك تستسلمي. حياتك لازم تكون حلوة مع جوني مثل ما كانت بالأول وأحلى كمان، حتى لو الله ما عطاكن ولاد. هلا أنت عم تخبريها لإلها، روحي خبريها لإله. جوني عم بيتغير. حسيته عم بيبعد عني شوي وشوي. أقولكم معقول في مرة تانية بحياته؟ لا أكيد. على القليل في مرة تانية بحياته. معقولة طنط حكمت؟ قاش بدك فيها، مش مزبوط. بشو عم تفكري؟ بالشخصية اللي كتبتيها يلي اسمها غلطة. شو بها؟ هيدي انت معك؟ مش بالضرورة. هيدي كتير من الناس يلي اجوا بالغلط على هالحياة. انت كتير موهوبة تام. ممكن اقرا شي من المسلسل اللي عم تكتبيه؟ ممكن، بس خلينا نخلص من هالمصيبة بين ايدينا هلا. بعد عندي سؤال كتير مهم. أكتر من مرة قلتي ما بدي صبي تاني يموت. مين الصبي الأول؟ ممكن أسأل؟ خي. وينية هلا؟ هاي تمارا، كتير خطر الاجتماع، ما فيك تفوت على هالشي. وينية هلا؟ بلا نصايحك على القلب. رولا، رولا، شاندريكا، وين هيك؟
خطك كمان. تهربي معي؟ شو؟ بيع بيفتح لي شغل بالكويت، شغل كتير كبير، منعيش هونيكي. كيف؟ ما أنا مجوزة. طلقي. أنا ما فيي ماهر، ما فيي طلق بهالسهولة. منلاقي طريقة ونهرب على الكويت، منعيش أول فترة هونيكي، وبعدين منمشي الشغل، نعمل يلي بدنا إياه. ببرم الدنيا، ببرم الكون أنا وياكي، بعدين منجيب بنت حلوة صغيرة مثلك. سكوت ماهر سكوت، ما تعيشنا بأحلام هي وهم مش حقيقة. الأحلام تتحقق رولا. كيف؟ واجيب الحقيقة، ما تنطري حدا يخبره، واجهي وأنا بحميكي، بيطلقك ونصير لبعض. ما فيي، بخاف منه ماهر. قلت لك ما تخافي منه، اذا بقرب ليكي بقتله. لازم ارجع على البيت، هلا بكون رئيف رجع واكيد دق لي 100 مره وخط مسكر. مثل ما اتفقنا، قولي له كنتي بالمول تحت الارض، واذا عمل لك شي صرخي انا رح اكون هونيك، بطلع عليه بقبره. بحبك. أنا كمان. شو؟ وين كنت لهلأ؟ شو الأكل جعان؟ عم بحكي معك، وين كنت؟ بعدها ليش هيك تيابك مي وحالتك حالة؟ شو كنت عم تعمل؟ كنت عم ترمبة عم ساعد بغسيل السيارات. هدي حطي هوفة مصريات السفرة على الأردن. هدي أنا فيت شوف شو طبختي. بعد بكير لايقة، ما في إلا فوكسي هون. شو يعني فوكسي؟ المسؤول يعني. مسؤول عن شو؟ مسؤول عن الطياب يا زكية. كيفك رئيسنا؟ هلا شهيد، بك شي خايف هالقد؟ لا بس بنت عمي كانت حابة تشوف روبا، مشتاقة لها. هون؟ وبالاجتماع المغلق؟ ايش اجتماع مغلق؟ اجتماع لمين؟ وعمين؟ شفت انك زكية؟ سوري بليز، ممكن نحضر الاجتماع؟ اكيد اكيد. لا روبا هون؟ واي ساعة بتجي؟ مش قبل ما طيابي فل، بس عايزينها كتير ضروري. اسمعي لقلك، روبا كانت عندي بالبيت وخبرتني انكم عم تتدخلوا لتمنعوها تقدم الطفل ذبيحة. هيدا ابني. هيدا ابن زنا، وانت بتعرف انه ابن الزنا اهم واحلى ذبيحة بشرية للشياطين. يا رب تنجينا. فلوا من هون وبسرعة، واوعى ترجعوا تدعسوا هون مرة تانية. انتو بتعرفوا شو عقابكن عند البوليس والقانون؟ وهلأ صاروا شو؟ لكم عندي مفاجأة كتير حلوة. يعني سربريز؟ ايه، ما المفاجأة يعني سربريز. رح نروح كلنا على فرنسا ورح نشوف ايرو ديزني. يس يس يس. عندي مامي. ما بعرف من وين جبت المصاري. مقسطة، رحلة مقسطة. شو شادي، شو بدك اعمل لك عروس؟
انه فكره ابن عمك هيك يضلوا قاعد مخبى بالسياره. كل عمره ضعيف وبلا شخصيه. ولك الله يساعدنا على هالعائله المقرفه. من وين بدي لحق انا؟ على شو بدي لحق؟ على مين؟ على كيف؟ عليش؟ بسيطه روقي وخلينا نعرف نحكي ونحل المصيبه جوا. نحكي؟ نحكي بشو؟ ما خلص صاروا عارفين انه نحن وراهم، هلا بيكونوا عم بيولدوه وعم بيشيلوه حتى ولا ما بالوقته. شو؟ معقول؟ ايه معقول؟ شو مش قاري عنهم؟ مش سامع ولا شايفه؟ معقول انت يا مينيا؟ حبيبتي روقي شوي. ما تقولي لي روق، روق على شو؟ مش حواف ضعيفه وعجزه والصبي عم يدبح قدام عيوننا اميليا؟ من زمان، من زمان كنت صغيره، كان عمري 10 سنين، وخي كان شيطان ما بيسكت. كان عمره 3 سنين، كان قوي، انا كان جسمي ضعيف، ما كان عندي قوه القطو. كنا مخبيين بالاوضه تحت الطاوله، لما كان عمي ومرت عمي عم ينذبحوا برا. هيدا القبضاي كان كبير، رول قدرت تسكته وتحميه، بس انا خيي ما كان يقبل معي. صار يصرخ ومشي وصار بعيد عني، ما كان في يقدر من تحت الطاوله. كنت خايفه، كنت خايفه يا مالي، كنت خايفه منهم. وقت اخذوه كان عم يبكي، اخذوه تبعه. بس هلا خلص، هلا انا صرت كبيره، انا صار في احمي صغار، ما هيك؟ قولي لي ايه. بلا هيك قولي لي ايه. قولي بريز. مبسوط لحال روح؟ مبسوط كتير، بس كنت انبسط أكتر لو البابا معنا. بعرف حبيبة، يا ريت، عن جد يا ريت، بس أنت بتعرف إن البابا استشهد، مو بقى فيكم معنا. كمان بتعرف إن البابا خبرك إنه هو جندي مقاتل بدافع عن وطنه، وممكن يستشهد ويموت بأي لحظة. وهو طلب منا إنه نكفي حياتنا، وكأنه موجود معنا، ما هيك؟ بلا هيك. طيب بوني ما بوني حبيبي، رح نشوف التورفال. بعدك رح نزور فرنسا كله. مش مصدق يمر هالعشتيين. تعرف اني بحبك كتير يا صبي. وانا كمان. الو. هاي، سوري عم بزعجك بهالوقت. لا ابدا، خير، شو في؟ لا ماشي، بس كنت قاعده عم بتعشى انا والولاد وما قدرت انطر، خبرتهم عن السفره، مع انه يمكن كان لازم انطر لحتى تخلص الفيز مثل ما اتفقنا. ايه شادي ونور انبسطوا كتير، بس المفاجاه كانت عند احمد. ليه؟ فات لعندي على الأوضة، قال لي مرسي، غمرني وباسني. بتعرف شو يعني؟ صار لي 2 سنين ما حسيت فيهم. خي الحمد لله. بس كتير خايفة تايو إنه ما يزبطوا الفيز وتروح الرحلة ويضيع كل شيء. خلص اعتبري إنه الفيز صاروا على الباسبور، وأنا بكرة بلاقيكي على السفارة. ما بعرف كيف بدي أشكرك تايو، عن جد ما بعرف. شكرتيني بخبريت أحمد. عن جد مرسي. خلص لكن بكره رح لاقيك على السفاره. لا عن جد ما في داعي تضيع وقتك كرمالي.
أي ساعة رح تكوني هناك؟ شو؟ من تلفن للبوليس. طيب بتعرف تدليهم عن عنوان؟ لأنه أنا ما بعرف شي هون. أكيد بعرف، ولو عندي أساس إنه ليلي رح يقتلوا الولد، ما بعرف ليه. يلا يلا تلفني. سلام عليكم، تأخرنا. ألو؟ 112؟ وين كنتي؟ كنت بالمول. شو يعني بالمول؟ رحت أعمل شوبينج. ما أنت منعني أعمل رياضة أو أسبح. شو بدي أعمل يعني؟ قلت أنا بروح بعمل شوبينج. وليه كان تليفونك مسكر؟ حياتي بالمول ما في إرسال. بعده مسكر. آه ما انتبهت. تكذبي علي رولا؟ بشو بدي اكذب؟ بكل شيء. لا ابدا ما عم بكذب بشي. ماهر بك شي حبيبي؟ لا ابدا. شو عم تعمل هون حد بيت استاذ رئيف؟ هيك شوف شغلك ابو ناجي. ماهر انتبه، انا خايف عليك. ما تخاف. يلا يلا نمشي. لوين؟ لمطرح ما كنا. مش تلفنا للبوليس وخلص؟ غريب انت، ما بدك تعرف شو بده يصير؟ وبركي وصلنا قبل البوليس. فظيع انت، شو جابين؟ فظيع. ما كنت تسهر معهم دخلك؟ بس روبا كانت معي، هلا كلهم ضدي. تمارا هدول ما بيخافوا من الموت ولا بيعتبروا انه القتل خطيه، بيقتلنا تيتتنا. معه حق تمارا، خلينا ننطر شوي. اذا انتو خايفين صفوا انتو بعيد وانا بروح لوحدي، سمعين؟ انا بدي الصبي، بدي الصبي. اميليا حط السنتور انت. الو. ايه هاي حبيبتي، كيفك اختي؟ انا دقيت لك ما رديت علي. مسافره انا والولاد ع فرنسا. قصه كتير طويله، سمعت خبرك. بعدني ناطرك رولا. ليه عم تاخذي حبوب منع؟ أنا ميت ليكون عندي ولد، ميت ليكون عندي ولد، وانت عم تاخذي هالحبوب وعاملة حالك عم تتحكمي. ليه؟ بعدني صغيرة رئيف، قلت أنا تنبسط أنا وياك شي سنتين قبل ما نجيب ولاد. انت صغيرة رولا، انت أنا شايفتيني بعدني صغيرة. أكيد الحياة بعدها قدامنا. ما تلعبي علي رولا، أنا ناطر جوابك اليوم بكرة اللي بعده. ليه عم تاخدي هالحبوب؟ وتورثيني من غير ما يكون إلي بولد مني، وتروحي تتزوجي اللي بتحبي يا بنت الكلب. شو الحكي رئيف؟ ما جايب هالقصص. بترفي قولي رح انطرك اليوم وبكره. احكيه اعترفي. دقيقون دقيقون، ساعدوني.
ساعدونا. وعدت ايدك علي مرة تانية، فهمت؟